نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. القلق قد يكون الهاجس الأكبر الذي يعيشه المسيحيون في سوريا، وهو الأمر الذي دفع أعدادا منهم إلى النزوح خارج مناطقهم منذ اندلاع الأزمة. وتشير تقديرات كنسية في سوريا إلى أن نحو 400 ألف مسيحي نزحوا داخل سوريا وإلى خارجها، وأن أكثر من 50 كنيسة تعرضت للدمار. وبجو يسوده الحزن، أحيا مسيحيو سوريا مناسبة الميلاد وغابت الأفراح للعام الثالث على التوالي. قال البابا فرانسيس في رسالة بمناسبة عيد الميلاد أن النزاع في سوريا حطم حياة كثيرين في الآونة الأخيرة وحرك مشاعر الحقد والانتقام. البابا دعا إلى مواصلة تضرع للرب لأجل حفظ الشعب السوري من أي معاناة جديدة، وأن يضع أطراف النزاع حدا للعنف. البابا دعا الأطراف المتنازعة في سوريا إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية. كيف هي أجواء الميلاد في سوريا؟ نعرف في هذا التقرير. صلاة من أجل عودة المحبة والأمل إلى سوريا، شجرة الميلاد، صور الشهداء، هكذا احتفل السوريون في عيد الميلاد للسنة الثانية. بين الحزن والأمل اقتصرت الاحتفالات على الصلوات من دون المعايدات، نظرا إلى ما تمر به البلاد من أحداث. المكان الذي كان يوضع فيه نموذج لمشهد ميلاد السيد المسيح داخل كنيسة الصليب المقدس في دمشق تحول إلى محراب للصلاة وزين بصور الضحايا. قلنا بالأزمة صرنا تقريبا 3 سنين، رح تصير بثلاث سنين، فصار في عنا كتير شهداء، صار في عنا كتير جرحى، صار في كتير جروحة بقلب سوريا. حبينا نذكر الشهداء بطريقة أنه نحن جاي الميلاد. الأسواق على غير عاداتها خلت من الحركة الكثيفة، ومع استمرار الحرب تحول موسم عيد الميلاد من مناسبة فرح واحتفال إلى لحظة لتذكر الأهل والأصدقاء. الحال واحد في حمص وحلب ودمشق وغيرها، معالم العيد خجولة. أما بلدة معلول التي تضم العديد من المواقع الدينية التاريخية والأثرية وما زال سكانها يتقنون الآرامية لغة السيد المسيح، أهلها حرموا القداس في بلدتهم بعد اختطاف 12 راهبة من أحد أديرتها. الميلاد رمز المحبة والسلام، رمز يفتقده السوريون بعد أعوام على مأساة الحرب والتهجير والتشرد. ومن دون مظاهر فرح بسبب الحالة التي تعيشها سوريا، كان الميلاد في كنائس سوريا وفي الكنيسة المريمية بدمشق. أقيمت صلاة من أجل السلام، شارك فيها البطريرك يوحنا العاشر يازجي، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، وحضرها المفتي العام لسوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون. أعياد ميلاد بنكهة الحزن في سوريا، حي باب توما العريق بدا بدون ألوان وأشجار العيد. حركة دؤوبة يملأ مشهدها زوار اختصروا تهاني المناسبة المجيدة بالرجاء والأمال بأيام أفضل مما يعيشون. عيد بسوريا موت العيد بكل سنة، اليوم في ناس عيد، يعني عيد حزين على سوريا، في ناس مهجرة، في ناس مات إلى قريبين. هلأ بهالعيد نحن منين يكون وضع البلد أحسن من هيك، لأنه يعني حرام في ناس كتير ما نحاسة بالعيد، و يعني ناس تشردت من بيوتها، برد، أولاد ما جابوا ثياب، ما اجاهم هدايا على العيد. يعني نحن اليوم عم نعيد بوجع، بألم، بحزن. هو ميلاد الرب يسوع المسيح، هو ميلاد المحبة والسلام. الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيدة في سوريا توجت بصلاة من أجل السلام في سوريا في الكنيسة المريمية بدمشق. سلام ينتظره السوريون بأمل بالرغم من طول الانتظار. حضور كبير من رجال الدين المسيحي والإسلامي، عنوان للتآخي والتعاضد، وحناجر تمجد بميلاد المسيح، وعيون ترنو إلى مستقبل أكثر إشراقا. نحن موجودين ولح نبقى موجودين، وصلواتنا كلها بنرفعها لربنا لحتى يقوينا ويعزينا ويعطينا السلام مثل ما كلنا بننشد، وخصوصي بهالعيد اللي هو بالأخص عيد السلام. في سوريا يشارك مفتي الجمهورية في احتفالات العيد،
ومن كنيستها المريمية يعتلي المنبر ليتمنى ميلادا مجيدا للمسيحيين وللشعب السوري بجميع أطيافه. إنه جوهر الميلاد في أرض الشام. محمد الخضر، دمشق، الميادين. اقتصرت أجواء أعياد الميلاد على الصلوات والتضرع في سوريا عبر قداديس إلهية، تغطية واسعة لأعياد الميلاد المجيد في سوريا مع نزار الرفيع. ميلاد مجيد، تستمر أجواء الميلاد رغم الآلام، حيث أقيم قداس إلهي في كاتدرائية مار جوجوس للسريان الأرثوذكس بدمشق، وذلك برئاسة نيافة المطران جان قواق مدير الديوان البطريركي بدمشق، ونيافة المطران متى الخوري السكرتير البطريركي. وفي دمشق أيضا أكد المفتي العام للجمهورية سماحة الدكتور أحمد بدر الدين حسون أن الله سيحمي سوريا بشعبها وجيشها وقائدها الذي لم يتنازل يوما. ويأتي كلام حسون خلال القداس الإلهي الذي أقيم في الكنيسة المريمية. حسون قال أيضا: ملعون من يسفك الدماء ويقتل الأطفال، وملعون من يلقي على أرض النور دمارا، ومن يريد أن يطفئ نور المسيح ومحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: من التوراة هذا سحر مبين. صدق الله العظيم. غابت الاحتفالات بعيد ميلاد السيد المسيح عن سوريا، لكن الإيمان ببقاء الوطن المتسامح لم يغب. صلاة مشتركة جمعت كل الطوائف والوفود التي قدمت من روسيا وفرنسا لمشاركة السوريين ألمهم تحت سقف كنيسة المريمية بدمشق. شارك فيها مفتي الجمهورية العربية السورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون، والذي كانت كلماته بلسما لجراح ملايين تضرروا من الإرهاب الذي اجتاح أرض وطنهم، كما كان لدعاء البطريرك يوحنا اليازجي خشوع سكن قلوب الحضور بأجمعهم. هو هناك في المغارة ولد، ولكن ليقول لكل مولود في العالم: أنا من حملت لكم حب السلام وروح السلام من الإله السلام، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ومن الكنيسة المريمية في دمشق، من جارة الجامع الأموي وربيبة الطريق المستقيم، أقول للعالم أجمع: نحن مسيحيي هذه البلاد ومسلميها، خير من يتكلم عن أخوة ووحدة حال في السراء وفي الضراء. ربي أعطنا أن نرى أخوينا المطرانين بولس ويوحنا، وأخواتنا راهبات ويتامى معلولة، وكل المخطوفين سالمين فيما بيننا. ربي علمنا أن وجه الآخر وأن الحوار معه لخير من قرع طبول الحرب ضده. وقوف الأخوة بجانب بعضهم البعض ضد عدو واحد حاول اغتيال الابتسامة من شفاه السوريين لم يكن شيئا جديدا، لأن إصرارهم على الحياة ورسم تلك الابتسامة من جديد كان الرسالة الأقوى التي وجهت إلى كل العالم. رسالة ميلاد معروفة، هي رسالة المحبة والسلام. السيد المسيح لما تجسد الملائكة أنشدوا أنشودته المشهورة، كانت هي أنشودة سلام وأنشودة رجاء. فنحن بسوريا نتمنى السلام ونعيش على هذا الرجاء، ونتمنى أنه بلادنا تولد من جديد. مسألة الانتماء المسيحي المسلم إلى الأرض السورية، وهو أعمق بكثير من المصطلح الدارج الذي يقول التعايش. التعايش مرحلة متخلفة عما
يعيشه المسيحيون والمسلمون معا على الأرض السورية. الله يحمي سوريا ورجع مثل ما كانت ونرجع نروح العيد وننبسط مثل ما كنا قبل. الله يحمي سوريا ويرجع الأمان والاستقرار وترجع مثل ما كنا هيك في محبة بين العالم. سيبقى منبر الحق في أرض الشآم، شاء من شاء وأبى من أبى. صلاة مشتركة من أجل أن يعم الأمن والأمان في هذا الوطن. لأخبار تلفزيون سما من كنيسة المريمية بدمشق، باسم جركش. وفي أجواء الأعياد التي حولها السوريون إلى أيام للتكاتف والتماسك، فعاليات شعبية لم تنسى أن تكرم عناصر الجيش العربي السوري الذين ينتشرون على امتداد الأرض السورية. المشاركون في الفعالية زاروا عددا من النقاط العسكرية وقدموا هداياهم الرمزية إلى عناصر الجيش الذين يرابطون في حراسة أبناء الوطن. نحن جينا هون لحتى نعايد على الجيش العربي السوري ونقول له كل عام وانتم بخير، ونتشكره على جهوده ونتشكره على تعبه وسهره الليالي لأجلنا. قول كل عام وانتم بخير وينعاد على الجميع إن شاء الله وعلى الشعب السوري، ونحن منصورين بإذن الله. طبعا منزع الهدايا للرجال الجيش العربي السوري الطاقية السورية، وكل جندي وقفنا وزعنا له هدية وعدنا بالنصر إن شاء الله. وفي السويداء أقامت كنيسة الروم الأرثوذكس شعائر صلاة العيد وسط أجواء من الأمل بأن تعود سوريا إلى ما كانت عليه من أمان واستقرار. وكذلك أقيمت الصلاة في مدينة حلب ضمن كنيسة سيدة الانتقال للصريان الكاثوليك. عيناها تترقب وكأنها تحاول أن تعيش الواقع الذي يعيشه بلدها، ترفع يديها كغيرها من بنات جيلها تضرعا إلى الله لعل الهم ينجلي عن سوريا في ليلة ميلاد المسيح. هنا في السويداء ومن قلب كنيسة الروم الأرثوذكس رفع المصلون صلواتهم وتضرعاتهم داعين الله أن يجعل الأيام المقبلة كصفاء وهدوء هذه الليلة المباركة. إقامة الاحتفالات بهالعيد فقط على الصلوات والتضرعات، لأننا بحاجة ماسة إلى هذه الصلاة كيما يتحنن الله علينا جميعا. بتمنى لسوريا الخير والسلام والمحبة، وكل سنة وأنت سالمي. أهالي مدينة حلب يعيشون أقصى الظروف من قصف وخطف وتدمير للبيوت الآمنة من قبل المجموعات الإرهابية، يرمون ما يجري وراء ظهورهم ويتوجهون بقلب واحد لتتوحد صلواتهم في كنيسة السريان الكاثوليك ليتضرعوا إلى الله باسم مخلص البشرية من الظلم والحرمان. أثواب سوداء كست أجساد السوريين غطت بياض وبهجة عيد يشهده السوريون للعام الثالث على التوالي في أوقات عصيبة. فرحة العيد وتفاصيله اغتنمها الأطفال السوريون ليدعوا بقلوب صادقة أن يفرج الهم عن أرضهم، أرض السلام. أتمنى بميلاد الطفل الإلهي لسوريا ولشعب سوريا ميلاد مجيد، مقدمين على سنة جديدة نتمناها كمان تكون سنة خير لسوريا الحبيبة، لوطننا الحبيب، لبلدنا الطيب، لشعبنا الطيب، لمدينتنا حلب القوية الصامدة فيها الأزمات الصعبة اللي عم نعيشها من الإرهاب. قدسية المكان وجماله تجعل الروح تقف خاشعة إلى ربها تسأله العفو والغفران. صلوات رفعت وتوحد فيها الدعاء على ألسنة المحزونين لأجل سوريا. وفي مدينة الحسكة اقتصرت أجواء الأعياد على الصلوات كما هي جميع أنحاء المدن السورية، وحملت الصلوات دعوات وتطرع المصلين لأجل خلاص سوريا وعودتها كما كانت تنعم بالأمن وبالاستقرار. صلوات وابتهال لعودة الأمن والاستقرار لسوريا كانت عناوين عيد الميلاد في الحسكة لهذا العام الذي غابت عنه طقوس الفرح وارتفعت الأصوات تدعي أن يحفظ الله سوريا من كل شر ويجعل المحبة تملأ قلوب الجميع. إن شاء الله تعود سوريا بحماية الجيش ورئيسنا وتبقى سوريا عامرة بالأفراح والأعياد. لأن وطننا موجوع وينزف دما، فالقلوب تغص والحلوق أيضا تغص بهذه الأعمال الإرهابية التي يقوم بها هؤلاء الإرهابيون ضد بلدنا وشعبنا. دعوتنا إلى الله أن يعود الأمن والسلام إلى ربوعنا
وأن يمنح الله هذا النور الإلهي لبعض السوريين الذين فقدوا هذا النور لتعود سوريا كما كانت سوريا الأمان، سوريا المحبة، سوريا التسامح والإخاء الديني. والرسالة للعالم بأننا دعونا وشأننا ونحن نتدبر أمورنا ولسنا بحاجة لأحد أبدا. وكانت التمنيات والرسائل التي وجهها الناس أبلغ من أي كلام. بتمنى كل خير لسوريا، وكل عام سوريا بخير، وكل عام وقائدنا بخير، والله يحمي سوريا، وإن شاء الله رح ترجع مثل ما كانت وأحسن. أريد أعيد سوريا وإن شاء الله يهدون الأوضاع ويرجعون كل اللي سافروا، وأعيد يسوع وأعيد دكتور بشار. نتمنى أن يكون هذا الميلاد خلاص لسوريا شعبا وجيشا وقيادة بقيادة الرئيس بشار الأسد من كافة الشرور والمؤامرات التي تحاك ضد بلدنا الحبيب سوريا. سوريا هي موطن الأديان السماوية وأصل التعايش والأخوة، وستبقى رغم كل الظروف والمحن وطن المحبة والسلام الذي يلف كل أبنائه ويوحدهم. هي مناسبة أخرى مرت على السوريين، اعتاد أبناء البلد أن يعيشوها والفرح يغمر قلوبهم، تراهم يخالطون البسمة بضحكة المحية، لكنهم بفعل من يهدمون بنيان الله على الأرض عاشوها حزينين. وإن تغير الشعور لا تتغير الإرادات، لأن السوريين مصممون على تجاوز المحنة والخروج منها شجرا قويا واقفا بجبين من العز يثمر المحبة فقط. كل عام وسوريتنا بألف خير. بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره المصري نبيل فهمي قضايا العلاقات الثنائية وسير الاستعدادات لمؤتمر جنيف 2. وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن الوزيرين تبادلا في محادثة هاتفية الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية بما فيها القضية السورية في سياق الاستعدادات لعقد المؤتمر. أربعة وأربعون شخصا وعشرات الجرحى كانوا ضحايا العنف في العراق، بينهم 35 في اعتداء إرهابي استهدف مصلين في كنيسة جنوب بغداد، وكان بين الضحايا نساء وأطفال. الميلاد المجيد في العراق، شعائر دينية، تراتيل وصلوات تثبت تمسك المسيحيين المشرقيين بأرضهم. ينشدون السلام في ميلاد السلام. بقلوب عامرة أحيا مسيحيو العراق عيد الميلاد المجيد، مستلهمين معانيه بقدرتهم على التجذر أكثر في عمقهم التاريخي الحقيقي، مقاومين كل ضغوط التهجير القسري لهم، ورافضين إلا أن يقوموا بشعائرهم رغم كل الاستهداف. أتمنى أنه شعبنا يبقى ثابتا وصامدا في أرضه، وليس الحل هو الهجرة. إفراغ البلد إفراغ قاسي، إفراغ البلد هو معناته طمس الهوية وموت الهوية، موت وجودنا، وجودنا كمسيحيين هو علامة سلام. طبعا الوضع أحسن من العام، والعام مثلا كنا يعني نحضر القداس صباحا، هسه دا نحضر مساء، ودا نقدر نطلع ونروح ونجي، والأمان يعني ديسود سنة على سنة أكثر من السنة القبلها. لطالما عاشت العراق بتآخ بين الإسلام والمسيحية كما كل المنطقة، قبل أن تدخل الأفكار الهجينة التكفيرية التي تستعدي كل من يخالفها بالفكر والعقيدة. وهم يستهدفوننا كما يستهدفونكم، لأن هناك في هذا البلد من يعتقد أن كل من يختلف معه في رأينا وعقيدة يجب أن يقتل. الناس يجب أن تفكر بطريقة واحدة وبمنطق واحد، وتجدون المسلمين من السنة ومن الشيعة يقتلون ممن يختلفون مع داعش والقاعدة وهذه الجهات المتطرفة، وأنتم هدف لهم أيضا. فنحن شركاء في الاستهداف، نحن شركاء في هذا التحدي، وسنبقى شركاء في مواجهة هذا التطرف وهذا العنف وهذا الإرهاب. وجه مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري رسالتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة
يكشف فيهما أن نحو 10,000 من المقاتلين الإرهابيين الأجانب قتلوا حتى الآن في سوريا. الجعفري أشار إلى أن الرسالتين تكشفان حجم الدور السعودي التخريبي بحسب وصفه بالأرقام والأدلة، كما أرفق قوائم بأسماء رجال دين سعوديين اتهمهم بإصدار فتاوى تكفيرية تحرض على الإرهاب ضد السوريين. ميدانيا، قالت وزارة الخارجية السورية إن مسلحي المعارضة بينهم عناصر من جبهة النصرة هاجموا موقعا كيميائيا في ريف دمشق، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى ونحو 30 جريحا، وإن الجهات المعنية تصدت للهجوم وأفشلته. وفي حلب، قال المرصد السوري المعارض إن عمليات القصف الجوية التي يشنها الطيران الحربي السوري على مناطق سيطرة المعارضة في المدينة وريفها الشمالي أوقع أكثر من 400 قتيل خلال الأيام العشرة الماضية. في المقابل، قال مصدر أمني سوري إن القصف يستهدف مواقع الإرهابيين في حلب، وإن العمليات العسكرية مستمرة وتتم بحسب الأهداف المرصودة وبالأسلحة المناسبة. ونبقى في حلب، حيث افتتحت مدرستان للأطفال النازحين، هي عبارة عن كرفانات، إحداهما داخل السكن الجامعي في جامعة حلب والأخرى في منطقة الحمدانية بالتنسيق مع المحافظة وبدعم من اليونيسف. تقرير غفران مصطفى. تغريهم اصطفافات الملاعب وأناشيد الصباح، تمتزج أصواتهم حين تطلع في الهواء وتخلق لهم فرحا وأملا. مجموعات من أطفال النازحين السوريين التقت تحت سماء واحدة بهدف تلقي التعليم. مدرستان عبارة عن كرفانات استطاعتا ضم نحو 2,000 طالب لطالما حلموا بترتيب مستقبلهم على هواهم. مديرية التربية في حلب بادرت بالتنسيق مع المحافظة وبمساندة اليونيسف إلى افتتاح هاتين المدرستين للأطفال النازحين في المدينة الجامعية، إحداها داخل السكن الجامعي في جامعة حلب والأخرى في منطقة الحمدانية. المدرستان تضمان صفوفا ابتدائية من الأول حتى الرابع، ولا يزال الإقبال عليهما مستمرا. ينقسم الدوام إلى فترتين في الصباح وبعد الظهر. تتحدث إحدى المدرسات عن دور الأساتذة الإضافي في الإرشاد النفسي للطلاب وأهمية الاستماع لشكاويهم. نفسياتهم كتير تعبانة فعلا، من متشردين بالشارع، اللي عم بيبيعوا خبز كان، واللي عامل بسط الدخان، واللي لم لقى حاله إنسان هون. إسراء بنت في 12، مصابة بشلل في قدمها ويدها منذ ولادتها، نازحة من منطقة الميسر، تقطن في السكن الجامعي وتدرس في إحدى المدرستين، تقطع المسافة إلى مدرستها متكئة على عكازها، غير أن ذلك لم يمنعها من مواصلة تعليمها. تضم المدرستان 83 مدرسا ومدرسة مع المستخدمين. وفرت اليونيسف للطلاب غرفا جاهزة ومددهم وزارة التربية بالطاقم التعليمي. تعد هذه الخطوة إنجازا لافتا في ظل الظروف الاستثنائية للبلد، وتوفر للأولاد فرصة تخفيف وطأة الوجع وتبعدهم عن مصائر مجهولة بين الأزقة والزواريب. ومن دمشق ينضم إلينا مراسلنا محمد الخضر. إذا محمد، يعني لا شك أن العمليات العسكرية كان لها أثر على أجواء الميلاد التي اقتصرت على الصلوات، ولكن أجواء الميلاد وعيد الميلاد هل كان له أي تأثير على سير العمليات العسكرية في دمشق وريفة؟ ضعنا في كل جديد لو سمحت. في الواقع للأسف لا، العمليات العسكرية والاشتباكات متواصلة، تحديدا عندما نتحدث عن محيط دمشق نتجه فورا إلى ضاحية عدرا العمالية. هناك واقع إنساني صعب جدا لآلاف العائلات التي هي محتجزة في تلك الضاحية التي دخلتها مجموعات مسلحة من جيش الإسلام وجبهة النصرة قبل حوالي أسبوعين. اليوم تتحدث مصادر عسكرية عن أن الجيش تمكن من السيطرة على ما يبدو على أحد مداخل تلك الضاحية. من المعروف أن الاشتباكات في تلك المنطقة لها خصوصية بسبب وجود المدنيين، وبسبب آخر هو وجود خزانات وقود كبيرة جدا هي تخدم كل ريف دمشق ودمشق في محيط تلك المنطقة. حتى اليوم كان هناك سحب دخان كثيفة، دخان أسود يتصاعد، على ما يبدو كما فهمنا من مصادر مطلعة أنه نتيجة احتراق أحد المعامل الذي أصيب بالقذائف في تلك المنطقة. موازاة لهذا الحال الصعب في ضاحية عدرا، في الواقع كان هناك قصف
من الطيران لمجموعات مسلحة في منطقة خان الشيح في ريف دمشق الغربي، منطقة العباسة تحديدا في تلك المنطقة. كانت هناك في الأيام الماضية في الواقع هجوم من المجموعات المسلحة على حواجز الجيش السوري تقع في تلك النقطة، واشتباكات عنيفة جدا. اليوم على ما يبدو الطيران الحربي السوري تدخل في قصف تلك المواقع في خان الشيح. محمد الخضر مراسل الميادين كنت معنا مباشرة من دمشق، شكرا جزيلا لك. صور شهدائهم زينت ساحة بابتومة في دمشق القديمة، ومنها عقد العزم في أربعينية الإمام الحسين على المسير إلى مقام السيدة زينب عليها السلام مواسين. النصر كنا عم يقوى القلب عم يقوى أكثر، الجهاد عم يقوى أكثر، بالعكس نحن متحمسين أكثر هلأ لنصرة الإمام صاحب الزمان لحتى يظهر ونوقف معه وقفة واحدة حتى يكبر جيشه. بدنا نزور السيدة زينب، بنروح على السد، لو نزور بنرجع. مو خايف اليوم؟ لا نحن جايين زوار من شان رقية من شان السيدة زينب. الحمد لله ما في أحلى من هيك، ما منخاف بإذن الله. ناداهم أمام الناصر ينصرني، فلبوا النداء، وعند مقبرة الشهداء في منطقة السيدة زينب عليها السلام جددوا العهد على مسمع من الشهداء على الاستمرار في حماية مقام العقيلة. المئات من المحبين والموالين جددوا الحزن والعزاء في أربعينية الإمام الحسين، متحدين كل التهديدات الأمنية. حشود ضخمة لعله لم يشهد المكان هذا العدد منذ بداية الأحداث في سوريا، أكدوا البقاء على درب الحسين عليه السلام فكرة وتجسيدا. كل خطوة من خطوات هؤلاء المؤمنين سواء كان في سوريا خصوصا أو في العالم عموما تؤكد أن السيدة زينب سلام الله تعالى عليها أعطاها الله شيئا من علم الغيب وأطلعها على أن هذه الرسالة باقية ومحفوظة بحفظ الله. حملوا شاي السيدة زينب في يوم الأربعين، حملوا. خالدا سيبقى نهج الحسين عليه السلام، وسيظل أربعينه نقطة الإشعاع الرسالي الأصيل ومشحذ الهمم التي ترفض الذل والتراجع بكل عزم وثبات، وستكون مواقف العقيلة زينب سرمدية يغزو سناها الدنيا بأسرها. زوار العقيلة عليها السلام أتوا في العشرين من صفر مواسين مجددين العهد على نهج الحق، نهج أبي عبد الله الحسين وآل البيت الأطهار. دارين فضل من جانب مقام السيدة زينب عليها السلام في ريف دمشق. أما مشاهدينا فإليكم آخر أخبار الاقتصادية مع شارلوت. يسعد مساك شارلوت. يسعد مساك وفاء، شكرا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى أخبار الاقتصاد، ولكن بعد هذا الفاصل. وقعت وزارة النفط عقد عمريت البحري مع شركة سيوز نفط غاز إيست ميد للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في المياه الأقليمية السورية في البلوك رقم 2، وذلك استكمالا للتعاون المثمر بين سوريا وروسيا وبما يخدم مصلحة البلدين. وأكد وزير النفط سليمان العباس أن هذه الاتفاقية ذات أهمية بالغة وتشكل تحديا كبيرا وخاصة في الظروف الحالية التي تمر بها سوريا، موضحا أن الشركة ستباشر عملها في المسح والتنقيب فور الانتهاء من توقيع العقد. ورأى العباس أن هذه الاتفاقية ستشجع شركات الدول الصديقة وخاصة الروسية منها للقدوم إلى سوريا والقيام باستثمارات ومشاريع في التنقيب عن النفط والغاز في البر والبحر. هذا ويمتد العقد وهو الأول من نوعه للتنقيب عن النفط والغاز في المياه السورية على مدى 25 عاما بتمويل من موسكو. توقيع هذا العقد في ظل الظروف الراهنة هو تحدي كبير وإنجاز كبير، نأمل من أيضا الشركات الروسية وشركات الدول الصديقة أن تحذو حذو شركة سيوز نفط وتتقدم
ونحن جاهزون لتقديم الاستثمارات اللازمة، تقديم المواقع للاستثمار اللازم في البر وفي البحر. هذا العقد الذي مبني على أساس مبدأ التعاون، مبدأ المنفعة المتبادلة بين الطرفين الروسي والسوري، وهذا المبدأ المجسد بشكل كامل كما فهمنا من كلام معالي الوزير في هذا العقد، والنتائج هذا العقد إن شاء الله سوف تعود بالخير على كل الشعب السوري. كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أن هناك دراسة لتحويل قيمة مواد الدعم من مستحقات عينية إلى مادية، أي تحويل قيمة الدعم عن طريق بطاقة مصرفية. وأكد شعيب أن العام القادم سيشهد افتتاح صالات ومنافذ بيع جديدة في دمشق وريفها وباقي المحافظات، ما سيسهم في توافر المواد بشكل كبير وبأسعار مخفضة، منوها في هذا السياق إلى أن أسعار المواد بدأت بالانخفاض. وبين شعيب أن الوزارة بصدد افتتاح مجمع الأمويين مع بداية العام ليصبح بنظام المول ويعمل على نظام الباركود، مشيرا إلى أن الوزارة انتهت من إنجاز قانون حماية المستهلك ووضعت القانون الجديد على موقع التشاركية. أكد رئيس جمعية الصغة بدمشق غسان جزماتي أن الجمعية قامت بوضع آليات جديدة لمراقبة السوق ولعدم انتشار ظاهرة غش وتزوير القطاع الذهبية. وعن الآلية الجديدة يقول جزماتي: على كل صاحب ورشة إرسال جميع القطع المشغولة ليتم فحص كل قطعة للتأكد منها إن كانت مشغولة بشكل صحيح أو يوجد تلاعب بها، وفي حال كانت القطعة مزورة أو مخالفة للمعايير فيتم كسر باقي القطع، مشيرا إلى أن عمليات الغش والتزوير محدودة جدا في سوق الصاغة بدمشق، ومبينا وجود بعض الأشخاص ضعاف النفوس يقومون بعمليات غش وتزوير الذهب، وهم أكثر تواجدا في الأماكن المتوترة أمنيا، وذلك لعدم وجود رقابة عليهم.